طيب تكمل بمناسبة بشكل كبير. مونتريال، خليني أقول طبعاً حضراتكم عارفين إن أنتم مش غراب عننا في سادسة، كل ماتش بيلعبوا النادي الأهلي بنخلي الجمهور يختار أفضل ثلاث لعيبة، فالناس اختارت أفضل ثلاث لعيبة في ماتش مونتريال. خلينا نعلن النتيجة. تمام. طيب نتيجة مباراة مونتري كان العائد للتألق بعد غياب، واللي قلت له حتى بعد الماتش انت نفسك ما بتتفتحش الا على كأس العالم ولا ايه، كان طبعا نجم النادي الاهلي محمد هاني هو اللي فاز باختيارات الجمهور وخد المركز الاول في مباراة الاهلي ومونتري في كأس العالم. المنافسة الحقيقة كانت شديدة لانه لعيبة الاهلي كلها تألقت واجادت، لكن المركز الثاني حسم، وبعد الحقيقة برضو يمكن مش هقول بعد غياب قوي، لكن الحقيقة رامي يمكن موجود معنا السنة دي، ويبدو ان رامي ربيعة بيستعيد جزء كبير جدا من مستواه، ورامي ربيعة حسم المركز الثاني لصالحه. في المركز الثالث الحقيقة واحد من النجوم المتألقين واللي مستنيين منهم كتير كمان في اللي جاي، علي معلول طبعا نجم النادي الأهلي هو صاحب المركز الثالث، وبكده كل واحد هاني ضاف لرصيده ثلاث نقاط، ورامي ربيعة نقطتين وعلي معلول نقطة، عشان يفضل او يكون الجدول بالشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه. ما زال اكرم توفيق اللي بنتمنى له طبعا سرعه الشفاء والعوده، واحد من اللعيبه المقاتله الحقيقه واللي عندهم روح كبيره في الصداره برصيد 12 نقطه، وراه حمدي فتحي برصيد 11 نقطه، بيرسي تاو في المركز الثالث 7 نقاط، علي معلول 6 نقاط بيرفع رصيده وبينفرد بالمركز الرابع، محمد هاني كمان بعد ما ضاف لنفسه 3 نقاط. شد حيلك يا هاني، محتاجينك في اللي جاي، ومنتخب مصر المنتخب كمان اللي جاي. طبعا جدا محتاجين منك تركيز، بيطلع مركز خامس برصيد 6 نقاط، وعمار حمدي برضو بنتمنى له سرعه شفاء برضو في رصيده 6 نقاط، وبعد كده بيجي زياد طارق الولد الصاعد الواعد ب4 نقاط، رامي ربيعه 4 نقاط، كهربا طبعا اللي رحل عن صفوفنا ب3 نقاط، والسوليه 3 نقاط، واليو ديانج واحمد عبد القادر 3 نقاط، والبقيه حضراتكم شايفينها على الشاشه. قبل ما اسمع راي نجومنا النهارده في الافضل واللي محتاج يشتغل على نفسه شويه، لانه في نجوم كبيره الحقيقه ما ظهرتش في احسن مستوياتها، وده بالنسبه للجمهور ما كانش ليه مبرر. لما اقول على السوليه كان يبدو مجهد، في مليون مبرر ومبرر عشان السوليه يبقى مجهد، لما اقول انه ايمن ما كانش في افضل حالاته نفس الحكايه، لما اقول انه شريف نفس الحكايه، لكن في نجوم تانية الجمهور بصراحه مش لاقي لها عذر، ومستنيين منهم يرجعوا في اسرع وقت ممكن.